أنا عندي يعني وقت الصلاة يعني أحس لما أجي أصلي أحس بكثير وسواس وكذا، ويعني كثير تفكير وكذا، وعندي مشاكل يعني مع عيالي مع زوجي مع ذا. أتمنى من الله أنك تدعي لي. وعندي سؤال ثاني يا شيخ، يعني أنا عندي أرض جنب بيتنا، هل يحل لي إن الأرض هذه فاضية، يعني زي الأرض فاضية جنب البيت، فهل يحل لي إني أصورها أحطها سور يعني، وأخليها يعني لمقابر أهلي مثلا مثل أمي أبوي إخواني أولادي، هل يحل لي هذا الشيء يا شيخ؟ من حيث وأنا الناحية أحب الشرعية يجوز، لكن من حيث النظام لا يسمحون لك. يعني لم يعد يسمح بوضع المقابر بين الناس، مقابر تقول لا من مقابر لا يسمح بوضع المقابر وسط البيوت. يعني هناك الأمانات في المدن تنظم مسألة أين تكون المقبرة، وأنا أرى أنك لا تفعلي هذا. يعني نحن نتكلم الآن عن الحكم الشرعي، لكن من حكم من أخذ النصيحة يا أختاه لا تفعلي هذا، يأتي يوم من الدهر تنفعك فيه هذه الأرض. وأما المقابر يعني أنت لا تكوني يعني تحملين هم الآخرة بالطريقة هذه، احملي هم الآخرة بالعمل، ابعدي عن الوساوس، أطيعي زوجك، ربي أولادك، اقرأي القرآن، بهذا تنتصرين على أشياء كثيرة.